تقدم يتلوه تقدم في معركة تكاد أن تصل مرحلة الحسم الكامل في صرواح من جهة الميسرة. وفي عملية التفاف ناجحة يستكمل الجيش الوطني إحكام سيطرته على مسرح العمليات بما فيها كل الطرق المؤدية إلى مركز مديرية صرواح. معارك الساعات الأخيرة أسفرت عن سيطرة الجيش والمقاومة على تبتين في موقع الزغن الواقع عند أطراف مديرية صرواح مع حبابة التابعة لمحافظة صنعاء. لا شيء يسمع هنا سوى صوت الرصاص والقذائف. المواجهات لا تتوقف والمقاتلون يخوضون معركتين، أحدهما مع المسالك الوعرة وآلاف الألغام التي زرعها المتمردون في خطوط الجبهة وفي هذه المسالك. أمضى المقاتلون عيد الأضحى المبارك في الجبهات الأمامية وعيدهم أن ينجزوا الهدف بدحر الانقلاب واستعادة الدولة. باقي علينا الطريق هذا، عثرنا الألغام هذه كلها وإن شاء الله نواصل السير. يعني اليوم عيد الأضحى، ولكن إن شاء الله حنريد عيد النصر، نريد عيد النصر إن شاء الله. هدف استعادة الدولة ودحر الانقلاب يتقاسمه معظم اليمنيين، لكن هؤلاء المقاتلين في الجبهات الأمامية هم من يعيش تفاصيل اللحظة التاريخية ويعيد كتابة التاريخ بشجاعة وإقدام وبتضحيات لا تعادلها تضحيات. القيادة العسكرية العليا كانت هنا أيضا وتفقدت المواقع وزارت المقاتلين في ميسرة الجبهة في إصرار على الإنجاز في هذه اللحظات الحاسمة من التاريخ. اندحار الإنقلابيين من صرواح يفتح المجال واسعا أمام تقدم الجيش الوطني والمقاومة صوب صنعاء، العاصمة التي تنتظر كغيرها من المدن لحظة الخلاص من كابوس لطالما جثم على اليمنيين وأحيا في الذاكرة ماض أليم ومظلم.